تعالى يا رشا تشوف البلوة اللي احنا فيها. ايه؟ وينش لطش فطور بالقلم في الشارع؟ نهار ابوه اسود. وينش مين؟ وينش بتاعنا؟ انت متأكدة؟ اه، وكان عايز يسحبها على البيت كمان، وبتقول ان لسانه كان تقيل وعينيه زايغ، شكله كان مبرشم. هو اطلع لها كده من باب للطاقة ولطشة؟ مستحيل. اهو النعمة الشريفة ضربني بالقلم. ايوه انا هكذب يعني، عيني عليا، ما انا جوزي في السجن، ما عنديش راجل. ما الواد مسورك كنت نازله من العربيه يا فتون. هي قصه، ما قلت لك ابن خالد غنوه صاحبتي. الله، انت عايز مني ايه يا راشا؟ نتفق على ايه؟ انا دلوقتي لو نزلت قدام الحاره كلها وقلت البيت ده يخصني، هقولي لي بأمارتي ايه؟ بأمارتي يعني ايه؟ بأمارة انك ابن عم جوزي اللي في السجن. هو في امر اكتر من كده؟ ما هو راشد برضو عنده حق يا فتون، انت لازم تلمي نفسك شويه بدل ما كلب تاني يتطول عليكي زي ما ونش عمل. الله الله الله، ده انتوا بقيتوا زي العصافير اهو، بتغنوا وتردوا على بعض. هي كلمه ملهاش تاني. عسليه من دلوقتي تبقى خطيبتي ورسمي، وبعد كده نبقى نتفق على الجواز. ساعتها لا حد هيقرب لكم ولا حد هيتعرض لكم. حيلك حيلك، انت جاي تصطاد في الميه العكره؟ هو ده وقته؟ هو ده وقته. ايوه يا اختي، هو في وقت احسن من كده؟ انا موافق، بس بشرط. شروطي؟ تاخد لي حقي من الواد ده. وانش خلاص اتدبح. الشبكه هتبقى اتضايق عشان محدش من الناس ياكل وشنا، وسواء علي اتحبس او خرج بعد كده نبقى نتجوز. جرايم انك ليها؟ هو انتوا خلاص شبكتوني جوزتوني وانا قاعده كده بتفرج عليكم؟ مفيش حاجه هتحصل الا بمزاجك. انا هنزل اربي الكلب ده. استنى يا راشد. ما تستناش يا راشد، يعني يموت الواد؟ تعالى يا راشد. يموته يا اختي ولا يوديه في 60 داهيه؟ هو كان ابن خالتنا. ولا لا سرق المكنه بتاعته. انت عارف ان هو بيرك المكنه شرطي؟ تقطط على حريم علي رؤيه يا ابن الكازمه؟ تضربني عشان البنت دي يا راشد؟ تعالى وحياه راشد، لو جبت سيره اهل بيت علي تاني اللي هم اهل بيت دلوقتي هقطع لك لسانك والكلام للكل. فاكرني بهدتك يا؟ انت عارف انا ما قطعتش سيادتك ليه؟ عشان العش والملك، وعشان انت كنت مبرشم ساعتها. كفايه عليك كده، اللي جايه مش هتبقى في وشك. سامعين؟ فريدي وشي. انا قلت لك عايزه فرح هدايا عشان ما اشوفش الاشكال دي. انا طالعه. انت يا بنت، بنت يا عسليه، انت يا بنت انا بكلمك ردي عليا. انت بنت خلاص يا فتون، انا بتلك
خلي الليله دي تعدي. لا في حد يا اختي ضايقك قولي لي وانا اطربه لك عشان تنبسطي وتعيشي ليلتك. انا عايزه الليله دي تنفض. ايه يا عسليه؟ أيوه هو الفرح خلص يا اختي ولا ايه؟ لا يا اختي ما خلصش. خشي جوه الجاتوه الحاجه الساقعه موجودين. Could you see what I say? عايزة تقولي ايه؟ It's Sally, your servant. يا سالي فعلا. ايه ده؟ انا مش هينفع احضر الفرح، انا لازم امشي. كريم مانا بقى. يلا يلا. بس هو انا عايز اسأل سؤال، هي اسمها عسلية ولا سالي؟ عشان هما بيقولوا لها عسلية. طب يلا يلا. وبعدين بقى يا بنتي فكي وشك، حرام عليكي. ايه ده؟ افرضي سحنتك بقى، ده منظر عروسه ده؟ ده انت ولا اللي رايحه تقابل عشماوي. اضحكي يا ستي مثلي. ما تسكتي بقى يا غن. الله، ما انت شايفه جوزها اللي ممدود شبرين؟ مش دعوه بيها. ما تتريقيش على اختي، فاهمه؟ وانت يا حبيبتي ما تخافيش، وزي ما قلت لك بالظبط، انتي تعوزي وهو ينفذ. حستك عينك تعملي حاجه انتي مش عايزاها، فاهمه؟ يا اختي اهو جاي. يلا يا اختي يلا يلا. وبالمره نلحق كمان نجيب بطاقتي وتودي للراجل فستان. طيب يا اختي. مساء الورد. ازيك يا عريس؟ زي الفل. عبالك عبالك. الله يخليك يا اخويا، النبي امان عليك. البيت البيت العناية واحدة واحدة عليها يا اخويا، يرضى عليك. يلا يلا مع السلامة. طرقوني. مع السلامة يا اخويا. يلا يلا. انت بتتزوق على ايه؟ انا جاية لكم بكرة الصبح. يا ويلا يلا بقى، ما تنساش تقفل الشبابيك يا مفضوح. يلا يلا. يا اختون فضحتينا. مبروك يا حلوة الحلوين كلهم. عسليه عسليه. تعالي تعالي خايفة ليه مالك؟ ما تخافيش. ايه مالك خايفة ليه؟ تاكلك؟ الليلة دي أسعد ليلة في حياتي. أنا عارف إن أنت ممكن تكوني مش مبسوطة، ما أنا بحس وبفهم برضو مش زي ما أنت متخيلة. أنت عسلية حاجة كبيرة أوي عندي، كتير قوي عليا. انا عمري ما تمنيت من ربنا حاجه قد ما تمنيتك. انا من النهارده مش هزعلك،
هعمل لك كل اللي انت عايزاه. طلباتك اوامر هتتنفس. لو طلبت لبن العصفور هجيبهولك. انا بقالي 20 سنة لا حد حبني ولا حد خاف عليا. اخر ايد طبطبت عليا كانت ايد امي الله يرحمها. من ساعتها نسيت معنى الدفى، نسيت معنى الحنيه، نسيت ان انا بني ادم اصلا. انا مش وحش يا عسلية، انا مش وحش. عارفة انا دلوقتي اخش احضر لك العشاء، عارفة ليه؟ عشان افضل طول عمري اقول لكل الناس ان في ليلة دخلتي حضرت العشاء لمراتي. عشان انا اتجوزت احلى ست في الدنيا. عسلية لولوز لولوز اختك قلبها مفتاح لها سلام ومفتاح لها وبعد كده تعالي نامي. يلا يلا حبيبتي يلا يلا. بقول لك ايه؟ نفضي لها. لا ما صحش اسيبها واقفه على الباب كده. نفضي لها ما تقف شويه لازم افتح لها. Mmm.